السلام عليكم متتبعين ديالي، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. انا المتواجد في المنتزه الايكولوجي بوجدة، دون مساحه 25 هكتار. يصلكم من جديد. Yeah.
دائما قناة يومية مواجهة توافيكم الجديد. هذا منتزه ايكولوجي تاع وجدة، مساحة 25 هكتار، يعني صراحة متنفس جد رائع صراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وانتظرونا في فيديوهات آخرين إن شاء الله. ننتظر الدعم ديالكم المتابعين ديالنا، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوناش بجيم ابوني وتفعيل الجرس، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.